حكي الشعب العربي لما يريد يروح يخطب تلقى أهل العروسة ينفخوا بالطلبات، نريد مقدم ومؤخر وسيارة وبيت وعرس وذهب، ولما يصير بيناتهم مشكلة تلقى العشيرة كلها تتدخل، كل العشيرة تتدخل، مع أن الأجانب يجي لها will you marry me يتزوجون يخلفون، ولما يتعاركون حتى أبيلهم اللي وياهم بالبيت ما يعرف بالعركة. شو وقت راح نوصل لهاي المرحلة؟